بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم رحلة للسعادة. احنا في المجموعة السادسة من مجموعات السعادة السبعة، قلنا لكم برنامجنا ورحلتنا سبع محطات، سبع مجموعات، وكل مجموعة رمزنا ليها بلون. واحنا في المجموعة السادسة، مين مكمل معانا الرحلة ومين بيدخل بقى على الاستقصاء اللي موجود على عمري خالد دوت نت وعمال يحط صح؟ ها المجموعة الأولى صح، المجموعة الثانية أنا شغال معاكم، أنا بدأت المجموعة الثالثة، أنا كنت بعيد في المجموعة الرابعة بس من يوم ما أنتوا قلتوا وأنا كملت معاكم ودخلت معاكم. ربنا يسعدكم ويبارك لكم. والله يا جماعة السعادة دي رزق، والله رزق أكتر من رزق الفلوس. عايزة شوية دعاء زي ما النبي كان بيدعي كل يوم الصبح، اللهم إني أسألك عيش السعداء، زي ما كان بيدعي كل يوم الصبح اللهم إني أسألك عيشة هنية. ادعي ادعي وتمنى السعادة وابذل ليها واتحرك ليها. المجموعة السادسة مجموعة يعني دافئة جدا، وعنوانها جاي من الكلمة دي، دافئة جدا جدا جدا، كلها حنان وعطف وسعادة. لكن قبل ما أقولها أنا عايز أسألك سؤال الأول، يا ترى السعادة موضوع فردي ولا موضوع جماعي؟ يعني ممكن أسعد لوحدي في وسط مجموعة من التعساء؟ ممكن أبقى ماشي كده سعيد ومبتسم والناس اللي حواليا كلها دموع وجروح وكآبة وحزن؟ طبعا مستحيل. طب مين أقرب مجموعة حواليك؟ مين أقرب حد ليك؟ عيلتك، أسرتك. هل ممكن تكون سعيد والتعاسة معششة في بيتك، بينك، في علاقاتك مع أولادك، في علاقاتك مع أبوك وأمك، فيك أنت ومراتك؟ يعني قمة التعاسة أن تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك، صح ولا لأ؟ في أتعس من كده؟ واحد في شغله منتهى النظام والدقة، معاملاته مع الناس اللي بتشتغل معاه منتهى الانضباط والطبيعية، لكن جوه بيته، وللأسف ياما بيوت كده. يا ترى لو أنت مكمل كل أجزاء السعادة السابقة والكارثة في بيتك البرودة هي الأصل في البيت مش دفء العلاقات. المجموعة السادسة بتتكلم عن علاقات دافئة مترابطة مع المقربين إليك. المجموعة دي مكونة من ثلاث حلقات، حلقة بتتكلم على علاقات دافئة مع أسرتك، أبوك وأمك، أنت وإخواتك، أنت ومراتك، علاقات دافئة أسرية. الحلقة الثانية بتتكلم عن الصحاب، ازاي تعيش حياة هانئة، حياة اجتماعية وانت مالكش اصحاب او علاقاتك باصحابك سيئة. الحلقة الثالثة المقربين اصحاب الفضل عليك، اسمها الوفاء. ثلاث حلقات. احنا النهاردة هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالحلقة الاولى، دفء العلاقات الاسرية، بيت دافئ، هنسميها كده بيت دافئ. يا ترى انتوا بيتكوا بيت دافئ ولا بيت بارد؟ عارف العيش اللي طالع من الفرن وعارف العيش اللي طالع من الفريزر؟ انتوا اي مستوى واي نوع من العلاقات، دفء وترابط؟ شوفوا يا جماعة، اول ما قام البشر قاموا على أسرة، آدم وحواء، وكان ربنا ممكن يخلقهم فجأة أعداد كبيرة، لكن ابتدوا بأسرة، زوج وزوجة، وشاء ربنا للأسرة ان هي تكون مولد السعادة. عشان كده أول ما جوزهم كانوا في الجنة، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وأول عقد عرفته البشرية مش عقد بيع وشراء ولا عقد مفاوضات، عقد جواز، زواج زوج وزوجة. وأكتر ميثاق غليظ وصفه القرآن ميثاق الأنبياء، لما قال للأنبياء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وميثاق الزواج ميثاق غليظ. جت الكلمة مرتين في القرآن، مرة للأنبياء ومرة للزوج وزوجته. انت متخيل قيمة أسرة عند الله ايه؟ طب وهي ليه كده؟ شوفوا يا جماعة، احنا ربنا خلقنا لمهمة، مهمة ضخمة قوي. شوفوا الكون الواسع اللي احنا فيه، شوفوا المكان اللي انا بصور فيه، دي الأرض، دي الأرض اللي ربنا خلقها. الأرض اللي ربنا خلقها الضخمة الكبيرة دي انت مستخلف فيها، انت مسؤول عنها. يا نهار ابيض، شايف الجبال اللي حواليا؟ الجبال اللي حواليا دي ما قدرتش تشيل المهمه، اشفقنا منها، ما قدروش.
لكن حملها الإنسان أمانة إصلاح الأرض، ده موضوع صعب قوي. ده السماوات والأرض والجبال أشفقنا منها تقيلة قوي، لكن أنت شلتها. وربنا سبحانه وتعالى علشان بيحبك وعشان كريم بيك وعشان المهمة تقيلة قوي، أم خلق لك أربع عواطف غرسها جواك وكلها طالعة من الأسرة. زوج يحب زوجته، وبعدين تاني عاطفة أم تحب ولادها، وبعدين تالت عاطفة أب يحب ولاده، وبعدين رابع عاطفة ولاد يحبوا أبوهم وأمهم. عواطف رباعية ومغروسة من آدم ليوم القيامة. هتفضل الأم تحب ولادها، هتفضل التكنولوجيا تتقدم والموضة تتغير، لكن مش هيتغير لا مع التكنولوجيا ولا مع الموضة إن الأم تموت في ولادها. غرست، أصل أنتوا هتصلحوا الأرض، فلازم ربنا رحيم وبيحبكم وعايزكم تكونوا سعداء. المهمة تقيلة، السماوات والأرض أشفقنا منها وأنتوا شلتوها، طب هنسيبكم كده تصلحوا من غير ما تاخدوا حاجة؟ تحنن قلوبكم، هديكوا نعمة، نعمة اسمها إيه؟ اسمها الأسرة. وأربع عواطف، راجل يحب مراته ابتدت الأسرة، وبعدين أم تحب ولادها، وبعدين أب يحب ولاده، وبعدين ولاد يحبوا أبوهم وأمهم، عاطفة رباعية، وبعدين تبدأ تزيد الجد والجدة، وبعدين العمام، وبعدين الخلان، وبعدين أولاد العمام، وبعدين أولاد الخلان، بقت أسرة كبيرة، بقت 15 ل 20 ل 30 عاطفة. خدوا عاطفة منشأها إيه؟ منشأها أسرة. يلا صلحوا الأرض بعد ما اديت لكم ديا. يا رب، هي دي الأسرة، هي دي الأسرة. والهدف إيه؟ عيشوا سعداء عشان تقدروا تصلحوا الأرض، ومش هتعرفوا تصلحوها إلا بدي. فهمت دلوقتي الآية اللي بتقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، خلي أحلى حاجة في حياتي مراتي وولادي. بص اللي بعديها بيقول إيه؟ واجعلنا للمتقين إماما. إيه علاقة هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بجعلنا للمتقين إماما؟ مش هتعرف تبقى إمام للمتقين إلا لو بيتك بقى بيت حلو وكله دفى، بقوا قرة عينك مراتك وولادك وأبوك وأمك. يا جماعة، ده السبب اللي بناء عليه قامت الأسرة، نعمة من ربنا وغالية على ربنا قوي بقى. وقعد يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، ويقول لك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقول لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طب في الآخرة حسنة هي الجنة، طب وإيه حسنة الدنيا؟ اللي ينفع تتقال جنب حسنة الآخرة اللي هي تبقى إيه؟ كتير من العلماء فسروها العيلة. ياه، كأن ربنا بيقول لنا قدام الجنة اللي ممكن يقرب منها في الدنيا، ها إيه الحاجة الحلوة السعادة اللي قدام سعادة الجنة؟ لمة العيلة. خلي بالكوا يا جماعة، أنت في الآخر من غير عيلتك غلبان قوي. اسألوا أي حد، والله غلبان قوي. اسأل أي حد، الجندي في المعركة مين أكتر حد مشغول عليه؟ عيلته. اسأل لعيب الكورة يوم ما خد الكاس، إيه أول تليفون عملته بعد ما خدت الكاس؟ كلمت أهلي ومراتي. فنان مشهور قوي عالمي بيسألوه، بيقولوا له إيه شعورك وإنت مشهور جدا في العالم كله؟ قال لهم إيه قيمة إن أنا واحد يعرفني في اليابان؟ أو إيه قيمة إن واحد يعرفني في أمريكا إذا كنت بروح بيتي ما بلاقيش ابني معايا؟ إحنا إيه من غير أسرة؟ إحنا إيه قيمتنا من غير أسرة؟ كأني عايز أقول لك الأسرة سعادة، والله سعادة. فرحتك بولادك وفرحتهم بيك، اوعى تأكل ولادك حرام. ليه بقول لك كده؟ يقوم ربنا ينبت التعاسة في قلوبكم، تكرههم ويكرهوك. يا ترى الأسرة دلوقتي عاملة إيه؟ يا ترى إحنا سعادة؟ يا ترى الأسرة بتدينا الدفء؟ يا ترى بيوتنا دافية؟ يا ترى في كام بيت دافي وكام بيت بارد؟ أقول لكم إيه اللي بيحصل في البيوت؟ الأول يبطلوا يخرجوا مع بعض، وبعدين يبطلوا ياكلوا مع بعض، وبعدين يبطلوا يبقى في أي حاجة مشتركة بينهم ومن بعض يتكلموا فيها، حتى الكورة مفيش حاجة مشتركة يتكلموا مع بعض فيها، وبعدين مش عايزين نقعد مع بعض، وبعدين عايز أهرب من البيت واتحجج بحجج عشان أهرب من البيت، وبعدين مش قادرين نعيش مع بعض، مش طايقين بعض.
اقول لكم الشباب بيقولوا ايه على البيوت؟ بيقولوا كلام صعب قوي، بيقولوا ابائنا، وانا قعدت معاهم وبسمعهم وبيكلموني وحاسس بيهم، بيقولوا ابائنا في البيوت يا اما عايز يخلص من وجع الدماغ بتاعي، اعمل اللي انت عايزه، خد فلوس روح بس ما توجعليش دماغي وما تزهقش امك عشان ما تضغطش عليا، وامشي وخد بعضك ومع السلامه، يا اما مسكين فينا قوي هتدخل التخصص الفلاني غصب عن عينك، يا اما انت فاشل انت مش نافع. قليل قوي ان البيوت اللي فيها اب وام مع اولادهم صحاب، والزوجات تعبانين والسعاده بتقل والطلاق بيزيد، ولما الطلاق بيزيد يبقى الشاب عنده 22 و23 سنه كبر لكن الحزن في عينيه وفي قلبه بيتوجع، والله بيشكولي ويقول لي من يوم ما اتطلقوا وانا اصحابي في الشله يتريقوا عليا ويقولوا لي يا دلعت امك علشان امك اللي بتربيك، فبقيت مش عايز اسمع كلام امي وكاره ابويا. انا اسف ان انا بقول الكلام ده بس حرام عليكم، تعالوا نرجع الدفء لبيوتنا يا مسلمين، احنا حاجات كتيره قوي وقعت في حياتنا وضعنا ووقعنا، وحال المسلمين انتوا عارفينه، بلاش الاسره تقع كمان، اصل لو وقعت كمان عليه العوض. انا بتالم كل ما اسمع نسب الطلاق اللي بتزيد، انا بتوجع قوي لما اسمع ستات بيعملوا حفل الطلاق كانها بتتشفى فيه، بس ده ابغض الحلال عند الله. هل ممكن يرجع الدفء لبيوتنا؟ حرام ولادنا. والله يا جماعه لما بعرف حال الطلاق او حاله بيت كل واحد عايش لوحده والولاد يا عيني بيتقطعوا، الولاد دول يخلوك تعيط، انا غريب وببقى عايز اعيط، ازاي انا مش فاهم الاب والام فين الشفقه؟ فين الحب؟ ولادنا دول وانتوا يا ولاد الشباب العاقين بابائهم وامهاتهم اللي قافل على نفسه وكل واحد بقى في جزيره منعزله، الاب بيتفرج على قناه الجزيره وقافل على نفسه، والبنات والشباب الصغيرين الاطفال بيتفرجوا على ام بي سي 3، وهو الشاب قاعد على اللابتوب وقافل على نفسه اوضته ومش عايز يقول لهم اسراره، والبنت اسرارها عند صاحبتها مش عند ابوها وامها، وبيتعاملوا مع بعض يحطوا البعض على الثلاجه، صحيني الساعه 8 الصبح، ما تنساش تسيب لي 30 جنيه تحت المنبه، وعايشين مع بعض. دي عيشه؟ دي حرام. سامحوني على وجعه القلب وحرقه القلب بس هي حرقه على شباب. طب تيجوا نصلح؟ مش احنا بنقول رحله للسعاده؟ طب انا عندي طريقه بس عايزه نيه منك الاول، يعني نيه من مين؟ ما تقعدش بقى كل واحد يرمي العيب على التاني، ما هو ابدا بنفسك. عايز نيه من الاب وعايز نيه من الام. انا هقول 5 قواعد لو عشنا بيهم والله تبقى بيوتنا سعيده. واحده للاب والام، واحده للولاد، يعني الخمسه اسف مطالبين بيهم الاب والام والشاب والبنت. تيجوا كلنا كل واحد يقول انا مسؤول ارجع السعاده للبيت، عايز ارجع الدفى للبيت، البيت بقى بارد مطلعه من الفريزر علاقات مجمده، تيجي نرجع الدفء. 5 حاجات 5 قواعد لاعاده الدفء للبيوت، اقول واحده قبل الفاصل واربعه بعد الفاصل. الاولى قاعده اسمها ايه؟ عايز ترجع عطف وحنان. يعني ايه؟ ادي كل البيت عطف وحنان. احنا كنا قلناها قبل كده في الخير ابذل الحب، بس انا النهارده بتكلم على العيله قوي. عيله من غير عطف وحنان على فكره مش لازم تكون بتحب بس هتدي العطف والحنان. يعني ايه؟ خلي بالك ربنا لما قال في القران ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم، ما قالش كلمه الحب لان مش كل البيوت بيتبني على الحب، انما قال ايه؟ وجعل بينكم موده ورحمه. هي دي اللي انا عايزها. يا بنات يا شباب ممكن تدي ابوك وامك عطف وحنان؟ مش هما بس، يا اباء يا امهات ممكن تدي ولادكم عطف وحنان؟ يا ازواج ممكن عطف وحنان؟ اديك امثله، شوف عطف وحنان النبي مع اولاده، شوف عطف وحنان النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. مره بيخطب اديهم عاطفه قوي قوي، بيخطب والحسن والحسين اطفال دالخين المسجد فلابسين توب طويل فبيعثروا في التوب يقعوا، تخيل بيخطب قام نازل من على المنبر شايلهم وطلع بيهم المنبر كمل الخطبه. تخيل لو واحد خطيب جمعه النهارده في وسط ما هو بيخطب قام نازل شايل ولاده، هيتعمل فيه ايه؟ يا نهار ابيض. تخيل نزل وبعدين بعد ما شالهم الصحابه مش فاهمين
فقام قايل لهم لقد رأيت بني يعثران فأشفقت عليهما فقلت أحملهما. معلش حملتهم يا رسول الله. مرة دخل المسجد فلقى أمامة بنت زينب، بنت زينب بنته، يعني أمامة دي تبقى حفيدته، فقام واخدها وصلى بالمسلمين وهو شايلها عشان يعلم الستات لغاية النهاردة ينفع تصلي وانت شايلة أولادك. كأنه بيقول لهم إيه الرحمة دي؟ إيه الحنان ده؟ أنت بتدي ولادك كده؟ أنت بتعطي لولادك الحنان دون؟ على فكرة حتى لو ولادك كانوا وحشين ممكن تدور على طريقة حنونة توصل بيها لأولادك؟ يعني أنت جربت الضرب وجربت الخناق وجربت الزعيق وجربت العقاب وما جابش نتيجة ولسه تعساء وبنتخانق، ممكن تغير مفتاحك؟ تخيل واحد بيفتح باب بقاله 10 سنين بمفتاح ما بيفتحش ومصر يفضل يفتح بنفس المفتاح، يا عم المفتاح ما بيفتحش، غير المفتاح. طب ايه غير المفتاح؟ عطف وحنان. انا اعرف اب وام ابنهم كان قاسي قوي، قاسي، وكان دخل فترة المراهقة فبدا يبقى وحش معاهم وبيعمل تصرفات وحشة، فلقوا ان الخناق مش هيفيد فبقوا يبعتوا له جوابات ويحطها له تحت المخدة ويكتبوا له عليها اقرأها عندما تكون وحدك. فالولد يفتح المخدة يلاقي جواب، احنا بنحبك، احنا حاسين بيك، لو احتجت اي حاجة هتلاقينا، حاول تاخد بالك من الموضوع الفلاني. الولد بيقول، هو اللي بيحكي القصة، الولد بيقول طول فترة المراهقة كنت بستنى كل يوم افتح المخدة تحتيها علشان الجوابات دي كانت بتفيدني، بس انا كنت في فترة مش قادر ان حد ينصحني بشكل مباشر. ذكاء اب وام. ام ابنها كان معذبها قوي، قامت كتبت له رسالة قالت له تمنيتك قبل ان توجد وأحببتك قبل أن تولد وعشت من أجلك حتى سنك هذا فارفق بأمك. والله يا جماعة الحنان والعطف مفتاح أحلى بكتير من أي مفتاح تاني. يا جماعة الأسرة نعمة، الحقها قبل ما تفقدها. صحيح، الحق نعمة الأسرة، اسألوا اللي فقدوا العيلة، اسألوا ملاجئ الأيتام، اسألوا اللي مات أبوه وأمه. يا شباب عشان خاطري الحق ابوك وامك قبل ما تفقدهم. وانتوا يا اباء ويا امهات الحقوا اولادكم. انا هقول لك قصه. ام بتحكي بتقول لما خلفت ولادي بقوا 8 سنين و10 سنين ما عدتش فاضيه لابويا، وبقيت قليل قوي لما بقابله ولما بشوفه، لغايه ما اتصلوا بيا وقالوا لي الحقي ابوكي في المستشفى بيموت. رحت وكان بقالي كتير ما قعدتش معاه، مسكت ايده، بتقول حسيت ان انا ياه أنا بقالي زمان ما مسكتش إيده، حسيت بدفع عجيب. بعديها أبويا مات، بقيت بعديها وأنا ماشية مع أولادي عايزة أمسك إيديهم، بنتي الكبيرة مش عايزة تمسك إيدي، لكن ابني الصغير بقى بيحس بحنان وعطف وهو ماسك إيدي. بتقول بقيت بقول يا ريتني مسكت الإيد دي من زمان كتير. يا شباب بروا أبائكم وأمهاتكم قبل ما تخسروهم. أنا أعرف شاب كان عاق قوي لأبوه وأمه وخناقات على طول، واتخانقوا معاه مرة خناقة شديدة، قام سايب لهم البيت بعقوق وطلع على الغردقة وما بيسألش فيهم وما قال لهمش هما فين، ولفوا عليه الدنيا وحطوا صوره ان هما افتكروا ابنهم. بعد شوية ماشي في الغردقة لقى صورته محطوطة، اللي يجده يتصل بينا. اتأثر قوي واتوجع قوي، رجع البيت، بيته في حي شعبي، رجع لقى الباب مفتوح، دخل اتخض، الباب مفتوح ليه؟ احسن يكون البيت اتسرق. دخل لقى ابوه وامه نايمين، حضنوه وبسوه عيطوا، قال لهم الباب مفتوح ليه؟ قالوا له ما اتقفلش من يوم ما سافرت، يمكن كنت تيجي تلاقيه مقفول كنت تروح، سيبنا الباب مفتوح طول المده دي، ارحم ابوك وامك. بس اقول لك حاجه، اذا كانوا هم سابوا الباب مفتوح فما بالك رب العالمين، بابه مفتوح على طول، عشان كده ما بيقفلش باب التوبه، وعشان كده خلى ابوك وامك نموذج تعرف بيه رحمته. ارحم ابوك وامك، خليك رفيق بيهم، اوعى تعقهم، افتكر مازال الباب مفتوح مع ربنا ومع ابوك وامك. تعالوا نطلع فاصل ونكمل 5 قواعد لو عملتهم يرجع الدفء للبيت وترجع السعاده للبيت. نشوفكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. 5 قواعد، 5 قواعد يرجعوا الدفء للأسرة للبيت. أقولهم بسرعة على بعضهم وبعدين نراجع واحدة واحدة. عطف وحنان. 2،
لازم لقاء اسبوعي، لازم تخرجوا مع بعض، لازم تقعدوا مع بعض مره في الاسبوع على الاقل. ثلاثة، مجال مشترك او موضوع مشترك تقعدوا تفكروا، يا كلكم تجتمعوا عليه، يا كل اتنين جوه الاسره يجتمعوا عليه، بس لازم في منطقه مشتركه، في موضوع مشترك بيننا وبين بعضيهم. أربعة، صحوبيه. يعني ايه صحوبيه؟ انا واهلي اصحاب، الاب الصديق والام الصديقه، الابن الصديق، الاخ الصديق، الزوج الصديق. خمسة، تعبدوا ربنا سوا. ممكن تجرب، يعني ممكن تجرب لو سمحت الخمسة دول، ممكن تكتبهم عندك دلوقتي. ها، تاخد التانية، لازم مرة في الأسبوع مع بعض، لازم، لازم أنت وأبوك، لازم أنت وأمك أو أنت وأبوكي، ولازم أنت ومراتك مرة في الأسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محافظ على الحكاية دي على طول. شوف حديث في صحيح البخاري عجيب قوي، تقول السيدة عائشة: كان يصلي الفجر ثم يأتيني فيجلس معي ساعة. إيه ده؟ يعني إيه؟ ليهم قاعدة مع بعض بعد صلاة الفجر؟ طبعًا إحنا ما بنبقاش صاحيين الفجر يعني، أو ناس كتير ما بتصحاش الفجر، خليها بعد العشاء، بس اقعد معاها. ويا سيدي مش كل يوم، ما قالتش كل يوم، بس كان محافظ على كده، يعني الديمومة، يعني كل أسبوع عند لازم بنخرج سوا، بناكل سوا يا أخي، العائلات بطلت تاكل مع بعضها يا جماعة. شوف ابن عباس يقول لك إيه؟ إن الله يرضى وإن ملائكة الرحمن تصلي على أهل بيت يجتمعون على طعام لهم. الله، ابن عباس بيقول الكلام ده من إمتى؟ كأنه بيقول لنا مشاكلكوا ديا تتحل بكده، كلوا مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيخرج خروجه مع السيدة عائشة ويقول لها سابقيني يا عائشة؟ النبي بيتفسح مع مراته وهو مش فاضي، الرجالة اللي بيقولوا ما عنديش وقت. طب النبي كان عنده وقت إزاي؟ هو مين أكثر انشغالا؟ إدي وقت، إدي يوم في الأسبوع، ومش لازم اليوم كله يا أخي، خمس ست ساعات فسحة خروجة، ودوس على نفسك. حتى لو مش على مزاجك قوي وعايز تقعد مع أصحابك، خليك جدع، خليك جدع عشان الدفء، أنت هتبقى سعيد صدقني. قمة التعاسة أن تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك. يبقى ها، واحد، احفظ معايا بقى هنرجع السعادة إزاي. واحد، حنان وعطف، حتى لو مفيش حب، حنان وعطف. ها، وانتوا يا ولاد عشان خاطري طبطب على أبوك، بوس إيده، حنان وعطف. ابوك كمان محتاج منك كده. وانتوا يا بنات، البنات اكتر، ده انت حضن العيله، ده انت يعني مش عايزه اقول فاكهه العيله، انت الحضن، انت الدفا بتاع العيله. البنات، واحيانا البنات هم اللي بيجمعوا ابائهم وامهاتهم. ادي حنان لابوك وامك. اتنين، لازم نخرج سوا، لازم نخرج سوا. بصوا جابر بن عبد الله بيقول: كنت غلاما يوم بيعه العقبه. بيعه العقبه، البيعه الخطيره، الاجتماع السري اللي تم بين الصحابه الأنصار وبين النبي، وتم به إن النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر للمدينة. فهو بيقول: أخذني أبي من يدي. أبوه مين؟ عبد الله بن حرام، كان أبوه أحد الناس اللي بايعوا النبي، وقال لي: تعال معي. فقال بعض الأنصار: لا تأخذه، ده اجتماع خطير ممكن يحصل له حاجة. قال: والله لا أحرم ابني من هذا اليوم. خلي ابنك يرافقك يا أخي، خليه يسافر معاك. والله يا جماعة نعرف إيه أب عمل حاجة عجيبة جداً، حجز في ماتشات علشان ياخد ابنه ويسافروا من بلد لبلد عشان يحضروا ماتش مع بعض، علشان يبقوا خرجوا مع بعض وباتوا في فندق مع بعض. اعمل كده مع ابنك يا اخي، خده مره تعالى نتعشى سوا. تخيل تدخل مطعم كبير والناس كلها بقى كبار قاعدين وانت وابنك داخلين، هيضحكوا؟ لا والله، هيقولوا يا سلام. وابنك تخيل فرحته وانت وابنك رايحين تتعشوا مع بعض، يا سلام على الجمال. يبقى تاني واحده، لازم لقاء اسبوعي، لازم نخرج سوا. تخيلوا انت ومراتك اخر خروجه كانت امتى سوا؟ يعني طبعا ايه، ستات مبسوطين جدا دلوقتي ورجاله عايزين يقفلوا الحلقه، بس معلش يعني. تخيل النبي معتكف، معتكف في العشر الاواخر من رمضان، وتاتي السيده زينب تديله احتياجات، بعض حاجات كان عايزها، فيخرج معاها من الاعتكاف يوصلها البيت ويرجع. طب ليه يعني؟ طب مين يعمل، طب ليه؟ ومين يعمل كده؟ وبعض، واتنين من الصحابه شايفوه خارجين قال لهم: دي زينب بوصلها البيت وراجع. ممكن تحافظ على دي؟ مش عايز ترجع الدفء؟ عايز تعيش سعيد ولا لا؟ ممكن تجرب معانا رحله للسعاده؟ يبقى واحد، عطف وحنان. اتنين، لازم خروجه اسبوعيه. ها؟ ثلاثه، فكر في حاجه مشتركه بينك وبينهم. يعني انا وابني ايه المشترك؟ الكرة، الكرة بينا مشترك.
طيب ابني بيحب يلعب بلاي ستيشن ووي، اتعلم يا اخي، اتعلم والعب معاه. طب ويعني ايه لازمتها؟ انا هو شغل عيال، وفين الوقار وليه؟ هتكسبه، دور على منطقه مشتركه بينك وبينه. تخيل دي دايرتك ودي دايره ابنك، طول ما مفيش حاجه مشتركه بعاد عن بعض، تيجي نعمل كده؟ فين المشترك؟ يا اهي جت في وسط الكاميرا اهي، انا الحته دي بيني وبين ابويا هنشتغل عليها ونقعد انا وهو. ايه المشترك بينك وبين امك؟ بنحب نجيب في سيره الناس، لا بلاش دي انا عشان خاطري. ايه المشترك بينك وبين امك؟ بنحب مش عارف نشوف مسلسل معين سوا، بنحب نعمل شوبينج سوا. لازم لقاء لازم حاجه مشتركه بينك وبين اهلك. فكر بقى ايه المشترك؟ يعني سيدنا ابراهيم كان ايه المشترك بينه وبين اسماعيل؟ بناء الكعبه، مشروع كبير لله، صح؟ اهو حاجه مشتركه. طيب السيدة خديجة ايه المشترك بينها وبين النبي؟ غار حراء. انا هساعدك وهكون جنبك، وانا بنفسي مش هبعت العبيد بتوعي يطلعوا لك الاكل، انا اللي هطلع لك الاكل، انا هجيلك هشاركك اهتماماتك، رغم ان السيدة خديجة مش فاهمة هو بيتعبد كتير هناك ليه، لكن انا معاك. واحيانا تخلي المشترك سر بينك وبينه، يعني بص مشترك بين النبي وبين السيدة فاطمة سر. يعني ايه سر؟ قبل ما يموت بيوم تعالي يا فاطمة وزوجته قاعدين، لا أنا بيني وبين بنتي علاقة خاصة، ويقول لها كلمة في ودنها تعيط، وبعدين يقول لها تعالي، يقول لها كلمة في ودنها تضحك، يقولوا لها قال لك إيه؟ قالت لهم سري بيني وبين أبي. ولما يموت يسألوها تقول لهم آه كده ممكن أقول لكم، الأولانية قال لي أنا هموت النهاردة فعيط، والتانية قال لي أنت أول أهلي لحاقا بي فضحكت. بيني وبين أبويا علاقة، بيني وبين أبويا في علاقة خاصة. دي تالت حاجة. رابع حاجة صحبة، تيجوا نبقى أصحاب. أنا قلتها رقم أربعة لأنك مش هتعرف تعملها لما تعمل واحد واثنين وثلاثة. عايز يرجع الدفا؟ ممكن تبقى أصحاب أنت وأبوك. خلي بالكوا يا شباب، عمر ما القرآن اتكلم على الصحبة إلا بين الآباء والأبناء، يعني عمره ما وصف علاقة الابن بأبوه إلا بكلمة صحاب. تصدق؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويروح الراجل للنبي يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أصاحب مين؟ قال له أبو أمك. فهو الراجل عشان كده سأل تاني، هو بيسأله أصاحب مين الصحاب؟ قال أمك. قال ثم من؟ طب ماشي الصحاب بقى مين؟ قال أمك. ماشي ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كأنه عايز يقولك إيه؟ صاحب أبوك وأمك هم دول أول ناس تصاحبهم. أنت صحاب أنت وأبوك وأمك؟ يعني صحاب؟ وتتمشوا مع بعض وتتكلموا مع بعض وتهزروا مع بعض وتاكلوا مع بعض تلعبوا مع بعض. عمركم لعبتوا مع بعض ماتش كوره مثلا؟ لعبت بلاي ستيشن مع اولادك؟ دخلتوا على الكمبيوتر وعملتوا حاجه مشتركه؟ قلت لابنك تيجي نشتغل مع بعض؟ يعني فكره انا وابني اصحاب، انا وابويا اصحاب، انا وامي اصحاب، وحتى الراجل ومراته. يعني انا عندي قصه عجيبه جدا على واحد ومراته، انا مش مصدق ان دي الصحابه. صدقوا وصية أبو بكر الصديق إيه؟ قبل ما يموت أوصى بإيه؟ إن اللي يغسله مراته أسماء بنت عميس. فقالوا له ليه؟ قال ذلك أحب إليها وإلي، إحنا الاتنين حابين كده ومتفقين على كده. إيه ده؟ إيه العلاقة دي؟ إيه الشكل ده؟ وبعدين صحاب، يعني بقعد مع ابني وأشكي له همومي علشان يشكي لي همومه وأقول له أخباري، ومش لازم اقعد مع ابني دايما اقول له انا كنت بطلع الاول وانا كنت عظيم جدا. كل الاباء بيطلعوا الاول، امال مين اللي كان بيطلع الاخير؟ محدش عارف، لكن خليك واقعي عشان يصدقك. كعب بن مالك اللي بيحكي قصته لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ عبد الله بن كعب بن مالك. قصه ان هو ساب النبي وغلط في كذا وكذا وكذا وكذا، اللي بيحكي القصه ابنه. طب وابنه عرفها منين؟ حدثني ابي قال لي كذا 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 كذا. بس ما تحكيلوش معاصي، لكن بتحكي له اخطاء في الحياه. يا الخمسه والاخيره اعبدوا ربنا سوا. يا سلام، ينظر الله سبحانه وتعالى فيلاقي راجل ومراته واقفين بيصلوا مع بعض، او يلاقي اسره في رمضان قاعده بتقرا قران مع بعض، تنزل عليهم رحمه ربنا. رحم الله رجل قام من الليل فصلى فايقظ امراته فصليا ركعتين فكتبهما الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله ما في احلى من كده، انا ومراتي ونصلي ركعتين سوا، انا وابني
ونصحى الفجر كعيلة ونصلي سوا أو نقرأ قرآن سوا، ورحمة من ربنا وسعادة تنزل على البيت. خمس حاجات اعملهم تعيش سعيد، خمس حاجات لدفء الأسرة. ها نقولهم بسرعة: واحد، حنان وعطف. اتنين، لقاء أسبوعي. تلاتة، موضوع مشترك أو مجال مشترك نبقى مع بعض فيه. أربعة، صحبة صاحبهما. خمسة، عبادة سويا. مين هيعمل تلاتة من خمسة؟ مين هيعمل خمسة من خمسة؟ رمضان فرصة يا جماعة، وأنا بوعدك إنك مش هيخلص رمضان إلا والدفى مالي البيت ورجعت الدم للعروق، واللي طالع من التلاجة بارد وجامد هيفك وتبقى العلاقة زي الفل ويرجع الحب بينك وبين أبوك. يا شباب ابدأ عشان خاطري، ما تستناش أبوك وأمك يبدأوا، أنت روح لهم وأنت احكي لهم، قول له يا بابا أنا عايز أحكي لك همومي. أنت صاحب أبوك، ما تستناش الأب الصديق اللي يجي لك. ربنا يسعدكم يا رب، يحفظ بيوتنا، يستر بيوتنا، يرضى عنا، يكرمكم. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.